العالم بمعظمه يضبط اعصابه على ساعه الرد المرتقب على كيان العدو الاسرائيلي سواء من ايران التي تحيك ردها بتان كما السجاده او الجبهه اللبنانيه التي تعاقب العدو بسلاح الانتظار او سائر جبهات المقاومه وبانتظار الساعه الصفر يستمر حبس الانفاس وخصوصا في كيان الاحتلال الذي يضرب الشلل قطاعاته المختلفه ولا سيما الحيويه منها. ولعل خير مثال هو خواء مطار بن غوريون الذي اظهرته فيديوهات منشوره على وسائل التواصل خاليا من المسافرين بعد الغاء معظم شركات الطيران العالميه رحلاتها من والى تل ابيب. اما الحل بالنسبه لنتنياهو فليس اكثر مما قاله للاسرائيليين. اعلم انكم قلقون وفي حال تاهب واطلب منكم شيئا واحدا: تحلوا بالصبر والهدوء. وفيما يتابع اصحاب قرار الرد التحضير لما سيقومون به ويستثمرون الوقت في كل اتجاه كجزء من العقاب للعدو. ثمة حمى دبلوماسية عابرة للحدود الاقليمية والدولية عنوانها لجم اندلاع حرب واسعة وجوهرها تخفيف القصاص الذي ينتظره كيان الاحتلال. وضمن هذه الحمى الدبلوماسية اندرج اعلان البيت الابيض ان اتفاق وقف اطلاق النار في غزة ممكن اكثر من اي وقت مضى. وقال الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي جون كيربي اننا قطعنا شوطا طويلا في سد الفجوات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني مشيرا الى ان اقتراحا جيدا معروض وعليهما قبوله واضاف ان على رئيس المكتب السياسي الجديد لحركه حماس يحيى السنوار كصاحب قرار ان يقبل باتفاق وقف النار واطلاق سراح الاسرى واذا ما صح اعلان اداره جو بايدن ان وقف النار ممكن قريبا فان السؤال هو عن مصلحه بنيامين نتنياهو في اهداء حل الى هذه الاداره التي تلفظ انفاسها الاخيره على اعتاب الانتخابات الرئاسيه المقرره في تشرين الثاني المقبل